الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. في البداية أنا أود أن أنا أرحب بكم جميعا وأشكر لكم حضوركم وتشريفكم، ويا رب كده ربنا يعيني سبحانه وتعالى أن أنا أقدر أوصل معلومة جديدة إن شاء الله تفيدنا في تربية أولادنا إن شاء الله بإذن الله. مما لا شك فيه ان اغلى ما نملك بعد ديننا وايماننا اولادنا، وكل واحد مننا اظن بيسعى غايه السعي ان يخلي اولاده في احسن صوره وفي احسن حال. سامحوني، الاساليب التقليديه في التربيه اساليب كتير منها بيبقى غلط، وبالتالي احنا بنخلي اولادنا يخرجوا من دايرتنا لدايره الشارع بره او دايره المدرسه او دايره النادي، وبعد كده نرجع نقول هم الاولاد حاسين ان العيال بعدت شويه. سامحوني بقى في الالفاظ، حاسين ان هم بعدوا شويه. احنا محتاجين النهارده ان احنا نشوف اهم وافضل الوسائل التربويه اللي وصل اليها العلم الحديث في مساله التربيه. هنحاول بقدر المستطاع ان احنا ان شاء الله نوصلها لكم. وعلى فكره القواعد اللي احنا هنقولها ان شاء الله في الدوره بتاعتنا النهارده وبكره المستوى الاول هتنفع في التعامل مع الاولاد، وهتنفع في التعامل الزوجات مع الازواج او الازواج مع الزوجات وكده، وهتنفع عامه في التعامل مع كل الناس. الدوره بتاعتنا ان شاء الله باذن الله هي مقسمه على اربع مستويات. المستوى الاول انا طبعا مش هحرقها، يعني هقول المستوى الاول بتاعنا النهارده هي ازاي نفرح اولادنا ونسعد اولادنا، وازاي نخلي اولادنا يحبونا جدا. انا ظني ويقيني متى وصلنا للمرحلة دي ان اولادنا حبونا بجد اصبح سهل جدا علينا ان احنا ناخد بايدين الاولاد دي لطاعة ربنا سبحانه وتعالى او للاخلاق القويمة او للسلوك الصحيح. حاولت بقدر المستطاع ان احنا نستخدم كل الوسائل الحديثة علشان نوصل المعاني بتاعتنا النهاردة. الدورة احنا سميناها كيف تسعدين اولادك او ابنائك. يبقى اذا احنا هنتكلم عن ازاي نسعد الاولاد ونفرحهم علشان يبقى سهل علينا بعد كده ان احنا نكسب هؤلاء الاولاد. اظن يعني كلنا بيظن ان تربيه الاولاد صعبه، وهي فعلا على فكره صعبه. انا دوري النهارده من خلال الدوره ان انا اقدر اوصل المعلومه البسيطه اللي تخلي تربيه الاولاد بالنسبه لي سهله. خلاص مش مشكله، الصوت واضح ولا؟ طب خلاص طيب. فانا عايز النهارده تربيه الاولاد اذا كانت صعبه انا على يقين ان انا عندي شويه قواعد لو مشينا عليها صدقوني المساله هتبقى يعني مش سهله، لا هي صعبه برضه بس هتقل صعوبتها. بس انا عايز افكركم بمثال سريع كده. اول مره نركب عربيه كان صعب طبعا. طب بعد كده لما عرفنا القواعد وحفظنا القواعد ومشينا على القواعد احنا اعصابنا بتبقى مشدوده شويه، بس ما شاء الله طالما حفظنا القواعد كانت النتيجه ان الدنيا بالنسبه لنا بقت سهله جدا. انا عايز اقول لكم سهل جدا نروض اي حد اذا مشينا على الاسس العلميه الصحيحه. هنشوف الفيديو ده مع بعض عشان اقول لكم ان تربيه اولادنا ان شاء الله سهله لو التزمنا بالقواعد اللي هنمشي عليها ان شاء الله خلال الاربع مستويات في الدوره. نشوف الفيديو.